التمثيلية النسائية في الاستحقاقات المقبلة بين الخطاب الدستوري والعمل السياسي هو شعار الندوة التي نظمت أمس برحاب القاعة الكبرى لعمالة الفحص أنجرة. الندوة تندرج ضمن قافلة كرامة الثانية لجمعية كرامة لتنمية المرأة بهدف تعزيز حضور النساء والشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. السيد والي عرفت هذه القافلة مجموعة من المحطات ندوات علمية ودورات تكوينية وكذلك لقاءات تواصلية وحملات تحسيسية سواء في مجال الفحص أنجرة في مجال القروي أو في المجال الحضري في ضواحي مدينة طنجة. نتمنى من خلال هذه القافلة أن نكون قد حققنا الأهداف المتوخاة من هذه القافلة والتي هي أساسها إعادة الثقة في العملية الانتخابية وتعزيز دور المشاركة الأنثوية النسائية والشباب في هذه المحطة التي نراهن عليها جميعا. الحزب مطالب بإعطاء واحد الكوطة، وإن كان هذه المسألة كانت خصها تكون تلقائية. مرة أخرى نتحدث عن الكوطة لإعطاء التمثيل للنساء داخل المجالس. المسألة كذلك ديال الكفاءة هذه إشكال، خصنا نعرفوا بأنه اليوم بالنسبة لتدبير الشأن العام المحلي مسألة ديال ذوي الاختصاص، كفاءات اللي عندهم التجربة. إذا كل هذا يمكننا نتحدثوا على تطور الحركة النسائية ببلادنا والمسؤولية ديال الجامعة، راه ما يمكنناش نبقاو نحملوا غير المسؤولية للدولة. هي إذن مسؤولية مشتركة دفعت بالفعاليات الحاضرة وبمختلف مشاربها وانتماءاتها بحث سبل تقليص الهوة بين الشباب والسياسة وكذا دعم المشاركة النسائية.